دخل عليهم وبدون سابق إنذار بدأ التلاوة مباشرة حتى لا يعرفوا خطته في التلاوة. بدأ بتقليد الشيخ مصطفى إسماعيل لأنه يعلم أن القارئ حامد شاكر نجاد يجيد تقليد الشيخ مصطفى إسماعيل في بداية مسيرته القرآنية، وينافسه أيضا بأسلوب هذا القارئ المتميز في هذه الصورة وهي صورة الحاقة. استغرب أعضاء اللجنة من قوة المنافسة بينهم وبين بعض. يقرأ الآية ويرد الأستاذ حامد عليه بطبقات صوتية خارقة للعادة. هيا بنا نستمع كيف دارت المنافسة بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحق؟ وما أدرك ما الحق؟ ثمود وعاد بالقارعة. مجان يسايق وني وين؟ شاش. عشان معلومة شايف شو مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. أيوة نعم كده بقى. هات هات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الله. الحق. ما الحق؟ الحق. قد تم الحق.
احسان ده الحمد لله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله يا عيني يا سلام سلم أتى بالجواب يعني هو آخر الجواب لم تكن مطابقة الله Why?